كابتن راتب، بدي اسالك سريعا كابتن راتب سريعا، مصير المحترفين، هناك احاديث بان المحترفين في احتمال انه تستغنوا عنهم كنادي فيصلي برؤيه من الجهاز الفني، وهل انه انت كابتن راتب في بعض اللاعبين حاط عينك عليهم؟ اول شيء بشكرك انت على السؤال هذا، نعم، عشان كمان اوضح للجمهور مع احترامي للمحترفين اللي موجودين عندنا، خلينا نحكي مثلا بسلامه. نعم. سلامه مع احترامي لاول امبارح يعني عمل مشكله، رغم النادي معطيه نص مقدم عقده وما صلوش معنا تقريبا شهر وشويه، نعم، ومتفقين مع الاخسام، متفق معاه الامور الماليه والامور الجيده يعني ماشي مع النادي، نعم، وماخذ 5000 دولار، الا انه ما بعرف بطالب هو فسخ عقده، ما جاش على مباراه امبارح اللي هي مع المنتخب الاولمبي، رفض انه يجي على المباراه، ومن ثم اليوم ما جاش على التمرين شي كتارة، رغم انه صار له تقريبا عندنا موجود تقريبا 8 ايام، رفض اول يوم ثاني يوم ما وقع العقد ما جاء ما نزلش على التمرين، امبارح نفس السيناريو ما جاش، اول امبارح باللي بتعرفه يعني بالمعروف المحبه، تكلمت معاه لما نزل على التمرين ما بعرف ليش، رغم انه راقه متجازه اللي نادي، نعم، يعطيه مقدم عقده يعني، ورغم صحيح انه متفق بجوز مع مالك شاهين معطيه 3000 دولار وهو يحصل منه هان عشان يبين له انه حسن النوايا يعني. طيب كابتن، شو دخل مالك شاهين بالموضوع؟ مالك شاهين رئيس نادي الكرمل شو دخله بالموضوع؟ نعم، مالك شاهين شو علاقته بالموضوع؟ شوف، مالك كونه هو بنيجيريا يعني كان متواصل مع اخونا سامر الحراني، اثبت انه بيعرف اللاعب هذا وجابه يعني، وبتعرف انت الشيكاتارا يعني لعب بالوداد البيضاوي اول العام، والعام لعب بالدوري المصري وعمره 25 سنه، بس الجانب البدني متجاهز، فهو بطالب اليوم كمان ما جاش على التمرين يعني في تمرين صباحي مسائي ما جاش، واليوم كمان نفس الشيء لغايه قبل ما تحكي معي بشويه كنت بحكي انا واخونا مالك، ضرب علي اكثر من مره، فبحاول انه اللاعب تخيل انه بده يعني بسأل في المعد البدني قديش بده تقريبا شيكاتارا لما يكون جاهز يدخل على جو المباريات، بقول لي بده شهر، تخيل انه احنا البطوله اقل من شهر ضايل لها. انا حسب كلامك بفهم انه راح يستغني عنهم الفيصل كابتن بدايه اللحظه، انه يسافر ويروح يعيد في نيجيريا، فانا رافض، لانه اول شيء ما في وقت، انا بدي، طب ما هو صار لك اسبوع جاي، صار لك شهرين، قديش لك بنيجيريا؟ اجيت هون بدك تروح ترجع نيجيريا، بالنهايه هذا راح يعطلني كثير ويعطل الفريق بالنهايه، مش انت يعني مش لحالك، مصلحتك اهم من فريق من مجموعه اللي بتلعب او النادي. فانا بالنسبه لي مزعوج من الموضوع هذا، يعني لعيبه ما بتيجي محترفين، انت محترف لاعب محترف جاي على الاردن، بدك تلتزم بتعليمات النادي، وفي عندنا شيء مهم اللي هي البطوله اللي هي الدور التمهيدي، هذا عامل ايجابي المفروض الكل نتحفز له، وبطلب من جمهور النادي الفيصل الصبر على الفريق، ان شاء الله في معنا وقت، ان شاء الله بنكون قادرين انه نعدي المرحله الجايه ان شاء الله، نعم، ونتاهل لدور في النهايه. كابتن، بفهم من كلامك انه الاحتمال الاكبر الاستغناء عن اللاعبين سلامي شيكاتارا، مش منا. انا شرحتك بكل مصداقيه، خلص وصلت الصوره، من اللاعبين يعني المكتوب مبين من عنوانه، احنا كفيصلي حب علينا انه يبقى، بس هو ما راضي يعني راح يغلبنا، فانا بالنسبه لي ما راح يمشي معنا واحد راح يغلبنا، اليوم بدي اسافر، بدي احضر الكريسماس في نيجيريا، يعني في انا شيء اهم من انه انا انبسط كفرد، لا ننبسط صحيح كمجموعه، صحيح، لان بطوله مهمه، صحيح صحيح، والوقت زي ما انت عارف حتى تاريخ التسجيل ل 30/12 اخر فتره للدور التمهيدي 30/12، يعني ما عندناش وقت.